النهارده اللي اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا النهارده الصبح التصنيف الشهري للمنتخبات عن الشهر الماضي، وطبعا يعني شهد حفاظ منتخب مصر على مركزه العالمي كما هو بدون اي تغيير. منتخب مصر بيحتل المركز الـ40 عالميا للشهر الثاني على التوالي، وكمان حافظ منتخب مصر على المركز الـ40 عالميا للمرة الثانية على التوالي، وطبعا المركز السادس كمان على المستوى الأفريقي. منتخب السنغالي في المركز الأول أفريقيا والمركز الـ18 عالميا. منتخب المغرب جه على المستوى الثاني أفريقيا والمركز 23 عالميا، وجاءت أول خمس منتخبات أفريقية في التصنيف العالمي على النحو اللي أقوله لحضراتكم. السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، ده الخمسة على الترتيب. على الصعيد العالمي المنتخب البرازيلي بيحتفظ بالمركز الأول على مستوى العالم، ثم جاء طبعا منتخب بلجيكا في المركز الثاني، الأرجنتين في المركز الثالث، ثم يليها المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، ثم الأسباني والإيطالي والمنتخب الهولندي والبرتغال والدنمارك، المنتخب طبعا المتألق مؤخرا في المركز العاشر. دي طبعا التوب، يعني دول الترتيب العربي طبعا والترتيب الافريقي زي ما شفنا مع حضراتكم. والحديث عن منتخب مصر والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل المنتخب المصري هيخوض معسكر عقب انتهاء الدوري؟ لكن هنناقشه دوت برضو مع ضيفنا احمد مجدي، لان زي ما حضراتكم عارفين هيكون في راحات كتيره جدا. طبعا الإدارة الفنية تحت قيادة روي فيتوريا المدرب الجديد كان بيقول ان في يوم 23 و27 من شهر سبتمبر هيكون في معسكر، المعسكر ده يقام ولا لا؟ هنشوف المؤشرات وهنتابعها ونناقشها مع نجمنا احمد مجدي.